نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، تداعياته، ماذا نتوقع من فيينا، معي الدكتورة ميسون بريمو، رئيسة الجمعية الوطنية للبيئة، باحثة في التنمية المستدامة. مساء الخير دكتورة ميسون. سميتي دكتورة ميسون. الإعصار إذن اليوم خف من درجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة بعدما كان يعد الأقوى، ولكن لازلنا نتوقع، نقول بأنه لا يزال خطيرا جدا. ماذا تتوقعون وفق رصدكم خاصة فيما يتعلق بفلوريدا؟ أعتقد أن الاتفاقيات الدولية التي يتداعى لها الساسة في العالم هي ليست عبثاً وليست لعباً، لأن تخفيض الانبعاثات الدفيئة كانت مسؤولية ولا زالت تشتد يوماً بعد يوم، لأن التغير المناخي أصبح شبحاً يؤثر فينا جميعا، بل هو يؤثر في الكوكب الذي يحتوينا، ويجب أن نتعامل معه بحب وانسجام ومسؤولية. ينص اتفاق باريس الذي تم منذ في العام 2016 على أن مسؤولية كل الدول المشاركة، وكانت 195 دولة، لرسم الاستراتيجيات الإنمائية المستدامة للغازات الدفيئة، ولكن للأسف نرى مؤخرا أن عدم مشاركة أمريكا كان له الجانب الأكبر، وهذا الإنذار الحاصل حاليا مس أمريكا واقتصاد أمريكا، وليست سياسة الرئيس الأمريكي الآن تقول أن ذلك بشيء من الصحة بمكان، لأنه رسم أن الاقتصاد أولا وأن الاستدامة وحياة البشر آخرا، وهذا الإعصار هو مؤشر، بل أن إيرما وما سبقها من الأعاصير ستكون لنا يعني فعلا خسائر كبرى وخسائر كبيرة لكل كوكب الأرض وللبشرية جمعاء. ما أبرز العوامل؟ نتحدث عن تغير المناخي، ماذا غير ذلك؟ يعني هل كان يمكن وضع إجراءات دائمة أو التزامات غير التي ذكرتيها لتفادي، خاصة بأنه بأنه نتحدث بأنه هذه كلها الأقوى منذ 2010؟ نعم، أنا أقول بأن يعني أوروبا والاتحاد الأوروبي والعالم بأسره يعلم أن هناك تداعيات بيئية على المستوى العالمي نتيجة التغير المناخي ونتيجة الانحسار بعض يعني قدرة الجليد أو حجوم الجليد المتواجدة، وأن درجة ونصف في المئة يجب درجة ونصف مئوية يجب أن تتحقق في العام 2018، وهذا رسمه مؤتمر باريس للتغير المناخي الذي رفضت أمريكا التوقع أو المشاركة به. نحن نقول هنا بأن السياسات الوطنية المساهمة في دعم ودرء الغازات أو شبح الغازات الدفيئة هي مسؤولية مشتركة، وهي واجب لكل دولة، بل أن أمريكا تعتبر المسؤولية تتحمل المسؤولية الأكبر، لأنها هي للأسف التي تحوي 5 إلى 6% من سكان العالم، وهي مسؤولة عن حوالي 25% من الغازات أو من انبعاث الكربوني. هذا هو الشبح الأول، أو هذا هو السبب العلمي الرئيسي الأعاصير التي تحصل، وقد تم التوقع، هي ليست بمفاجئة، ولكن أريد أن أقول هنا أن المشكلة البيئية تحصل في مكان، ويعني نتيجة إساءة في مكان آخر، لأن الكوكب واحد ونحن نعيش في كوكب يحتوينا جميعا، فهذا يقول المكان حتى يكون متوقع. يعني هذا دائما يثير علامات استفهام كما قلت دكتورة ميسون، بأنه يكون متوقع عن هذا الموضوع حتى فيما يتعلق بالمكان، أو ذكرت نقطة مهمة بأنه يحدث في مكان بسبب عوامل مكان آخر. تفضلي. تماما، يعني الأرض أو تكيف الكوكب معنا هو ليس كما نحن نتكيف معه، لأننا للأسف ناهيك عن أننا قدمنا حروب مزاجية في الفترات الأخيرة، وكانت أوروبا في منذ 10 سنوات اتفقت جميع دول الاتحاد الأوروبي على أن يكون تخفيض، على أن الاتفاق سمي ب20-20-20، أي أن يخفض 20% من الانبعاثات، وأن تشارك الطاقة المتجددة ب20%، وأن يكون ذلك في 2020، في العام 2020، قال العلماء والخبراء بأن ذلك فترة بعيدة وهي سياسة مستقبلية، لكنها كانت سياسة صائبة لأنها ربما أصبحت أصعب بعدها ترامب. تماما، نعم، والآن أصعب، وأنا أرى أن الأعاصير
هي يتم التنبؤ بها، لكن ليس في الوقت والمكان المحدد بالضبط، لأن القضية طبيعية، لأن هناك عوامل أخرى تتدخل. نعم. ليس فقط الغازات الدفيئة، تتدخل عدة عوامل. أنا أشكرك، للأسف انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لكل هذه المشاركة القيمة، دكتورة ميسون بريمو رئيسة الجمعية الوطنية للبيئة، الباحثة في التنمية المستدامة. وإذا قلنا بأنه يتشكل حاليا إعصار أطلسي ثالث يدعى كاتيا، لا يزال في الدرجة الأولى بجنوب غرب خليج المكسيك، وورد الآن بأنه هذا الإعصار الأقوى الذي يضرب المكسيك منذ عقود ويقتل للآن 43 على الأقل.